السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي نافذة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني الجمع والطرح يلا بينا أولاد نبدأ بركن الرياضيات أول حاجة عندنا في التقويم الهجري إحنا عارفين إن السنة الهجرية يا أولاد إثنى عشر شهرا تعال نقولهم مع بعض كده محرم سفر ربيع أول ربيع ثاني جمد أول جمد ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة طيب احنا في شهر ايه اولاد احنا في شهر شعبان بنضع دائرة عليه ومعانا حبيبي التقويم الميلادي واحنا عارفين السنة الميلادية إثنا عشر شهرا يلا مع بعض كده نقول مع بعض يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر واخرهم ديسمبر يا تري يا سنه احنا في انهي شهر برافو عليك سامعاك وانت بتقولي شهر مارس طب يلا بينا مع بعض حبايبي في النتيجه اللي قدامي دي ها شهر مارس يا تري في ايه؟ اه ده انا عندي يوم الاحد الموافق 15 مارس يلا بينا مع بعض كده نقولهم مع بعض ها خمسه من شهر مارس عام 2022 وعشرون ميلاديه معنا يا ولاد ايام الاسبوع احنا عارفين ان الاسبوع سبعة ايام تبدأ بيوم السبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء والخميس واخيرا الجمعة طيب النهاردة يوم ايه زي ما قلنا في النتيجة من شوية يا ولاد النهاردة يوم الاحد نضع دائرة عليه ومعانا ولاد مخطط ال وعشرون واحنا عارفين ان مخطط ال وعشرون هو عباره عن جدول بيضم مجموعه من الاعداد بالترتيب من واحد ل وعشرون طبعا بيبتدي من ايه من اسفل من ناحيه اليسار يلا بينا مع بعض نشوف احنا جينا كم يوم الى المدرسه ها كم يوم برافو عليك وخمسون يوما يلا بينا ولاد نمثل ال وخمسون يوما في اطار العشر خانات ادي عندي عشر. عشرون ثلاثون أربعون خمسون اه يبقى فاضل ثلاثة اهم معانا الاثنين اللي احنا حاطينهم قبل كده والنهارده هنضيف الدائرة الثالثة يبقى ثلاثة وخمسون يوما ومعانا حبايبي حاويات الأعداد واحنا عارفين حاويات الأعداد لي الأحاد والعشرات والمئات طيب يلا بينا مع بعض نمثل العدد سلاسة وخمسون اللي احنا طبعا إيه ذهبنا فيهم إلى المدرسة يلا سلاسة يعني سلاسة في الأحاد وها خمسون يعني خمس حزم في خانة العشرات طبعا عارفين إن كل حزمة بكام؟ بعشرة بعد كده عندي يا ولاد الساعه نشوف الوقت كام دلوقتي اه عقربان العقرب القصير يشير الي الساعات والعقرب الطويل يشير الي الدقائق يبقي الساعه دلوقتي الثامنه بالضبط يلا حبايبي مع بعض وسؤال التهيئه بيقولي يلا اقرأ كده معايا اكتب العدد التالي، وأنا عارفة العدد التالي يعني إيه؟ يعني اللي بعده برافو عليك، هنا العدد عندي إيه؟ ثلاثون، العدد إيه؟ ثلاثون، يا ترى الثلاثون إيه العدد التالي ليها؟ يعني هزود واحد على خانة الآحاد هيبقى ها هنجمع الثلاثون زائد واحد هتبقى إيه؟ واحد وثلاثون. درسنا أولاد النهاردة بيتكلم عن عمليتي الجمع والطرح. تعال نشوف مع بعض إيه هما عمليتي الجمع والطرح. السؤال بيقول لي اجمع ثلاثة وعشرون زائد ثلاثون تساوي مرة أخرى 23 وعشرون زائد 30 تساوي إحنا أولاد عندنا عملية الجمع زي ما إحنا شايفين قدامنا كده الإشارة المنورة قدامنا بالأحمر دي آه الإشارة دي اسمها إيه إشارة الجمع اللي هي علامة الزائد طيب لما باجي بجمع يا أولاد آه بجمع الأحاد مع الأحاد ده جمع كده رأسي هجمع الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت إيه العشرات يلا هبتدي أفصل ما بينهم علشان ما نطلق وخد بالك عندي مفتاح الجمع يا أولاد صغير زائد صغير كبير اه يعني انا بجمع عددين صغيرين اه هيديني الناتج ايه عدد اكبر منهم هما الاثنين تعال كده نشوف مع بعض ابني السور بتاعك ويلا اجمع الاحد مع بعض والعشرات مع بعض ثلاثة زائد صفر تساوي ثلاثة احسنتم اه اثنان زائد ثلاثة هتساوي كام يا ولاد اه اثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة بص كده للناتج بتاعك ثلاثة عدد اكبر من العددين اللي دخلتهم في عملية الجمع اصلا هم الصغير زائد صغير هيساوي ايه كبير يلا بينا مع بعض يا حبايبي نجمع خمسة وأربعون زائد اثنان وعشرون ها زي ما عملنا بالظبط في العملية الأولى هنعمل برضو في المسألة الثانية ها أنا عندي إيه عندي أول ما أشوف زائد آه يا ميز ده لازم أستخدم مفتاح الجمع إيه هو مفتاح الجمع صغير زائد صغير بيساوي كبير طب يلا بينا مع بعض كده خد بالك من الإشارة بتاعتك نور الإشارة زائد وابني الصور آه افصل بين الأحاد وبين إيه العشرات يلا بينا مع بعض حبيبي نجمع الأحاد مع بعض ونضع الناتج والعشرات مع بعض ونضع الناتج يلا اجمع معايا كده خمسة زائد اثنان ها خمسة زائد اثنان الخمسة في دماغي والاثنان على ايدي بعد الخمسة ستة سبعة يبقى هنضع السبعة في خانة الاحاد يلا بينا العشرات أربعة زائد اثنان ها الأربعة في دماغي والاثنين على إيدي بعد الأربعة خمسة ستة هيبقى ستة في خانة العشرات يبقى الناتج معايا سبعة وستون المسألة اللي بعدها ولاد تسعة وخمسون زائد أربعون تسعة وخمسون زائد ايه اربعون يساوي يلا بينا زي ما اتفقنا بنور الاشارة وببني السور نورنا الاشارة وبنينا السور عشان نفصل ما بين خانة الاحاد وخانة العشرات زي ما اتفقنا بجمع الاحاد مع الاحاد والعشرات مع العشرات يلا اجمع كده تسعة زائد صفر يساوي كام اي عدد بجمعه على الصفر يا ولاد بينزل زي ما هو العدد يبقى تسعة طيب العشرات خمسة زائد اربعة ها حط الخمسة في دماغك كده وطلع اربعة على ايدك وعد يلا بعد الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يبقى أيضا في العشرات كام؟ تسعة يبقى الناتج الكبير عندي أصبح كام؟ تسعة وتسعون يلا بينا مع بعض حبايبي ونشوف المسألة الأخرى إحنا طبعا في المسائل الأولى الثلاثة كنا بنستخدم العملية إيه الرأسية يبقى المسألة كانت بالوضع الرأسي طيب يلا بينا مع بعض كده نشوف المسألة بعد ما بقت أفقي آه يلا بينا مع بعض نجمع أنا عندي برضو خانة أحاد فيها إيه الواحد والصفر. طيب عندي خانة عشرات فيها السبعة والإثنان يلا بينا مع بعض عايزة أجمع المسألة بتاعتي واحد وسبعون زائد عشرون هجمع إزاي يلا اجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات طبعا أنا عارفة أن بيت الأحاد أو خانة الأحاد هي الخانة الأولى تمام كده من كل إيه؟ من كل عدد، طب خانة العشرات هي الخانة الثانية من كل عدد، يلا بينا مع بعض نجمع الخانة الأولى زائد الخانة الأولى واحد زائد صفر هيساوي كام؟ برافو عليك واحد هينزل زي ما هو وسبعة زائد اثنان بتساوي تسعة يبقى ناتج حاصل الجمع واحد وسبعون زائد عشرون بيساوي واحد وتسعون. يلا ولاد نشوف المسألة اللي بعدها اثنان وثمانون زائد عشرة زي ما اتفقنا بنجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات الأحد في كام اثنان زائد صفر اتفقنا مع بعض يا ولاد إن أي عدد بضيفه للصفر بينزل زي ما هو إيه نفس الرقم اثنان اثنان زائد صفر هتساوي كام اثنان زي ما هي طيب ثمانية زائد واحد ها بعد الثمانية تسعة برافو عليك أصبح الناتج عندي كام اثنان وتسعون يلا مع بعض حبايبي ونقرا راس السؤال اكمل بكتابه العدد الناقص ها يا ترى يا سنه اولى هيعمل معايا ايه اه ده جايب لي مساله جمع وجايب العدد الاول موجود وعايز اجمعه على عدد مش موجود عشان يديني الناتج ايه عشر. يلا بينا كده نشوف مع بعض اول ما الاقي زائد يبقى هفتكر ايه برافو عليك مفتاح الجمع ايه هو مفتاح الجمع صغير زائد صغير بيساوي كبير ها طب انا ايه اللي ناقص عندي يا سنه اولى إيه اللي ناقص عندي الصغير طب الصغير بيجي بايه برافو للصغير بيجي بالطرح ها هطرح الكبير ناقص الصغير اللي عندي يبقى ثمانية عشر ناقص أربعة عشر بتساوي كام برافو عليك بتساوي أربعة طيب ايه الطريقة التانية اللي ممكن استخدمها ممكن نعد من الصغير للكبير يلا امشي كده بعد الأربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر وفي الآخر ثمانية عشر برضو هو هو الناتج الصغير اللي هو إيه الأربعة هو هو برضو يا سنة أولى وهنضعه في إيه في المكان الفارغ المسألة اللي بعدها أولاد بتقول لي ستة زائد كام تساوي سلاسة عشر خلاص اتفقنا إن أنا المفتاح بتاعي اللي بيسهل لي عملية الجمع هو صغير زائد صغير يساوي كبير طيب انا دلوقتي ايه اللي فاضل عندي يا ولاد انا محتاجة اجيب الصغير الصغير زي ما قلنا بيجي بطريقتين يا اما اعد من اول الصغير اللي عندي لحد ما اوصل للكبير يا اما هطرح الكبير ناقص الصغير يلا بينا نعد من الستة لحد ايه ثلاثة وعشر بعد الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشرة عشر اثنى عشر ثلاثة وعشر اه يبقى طلعت كام على ايدي يا ولاد برافو عليكم سبعة يبقى ستة زائد سبعة تساوي ثلاثة وعشر يلا بينا مع بعض كده يا سنة أولى ونشوف الأرقام اللي عندي اللي عايزة أجمعهم مع بعض: ستة زائد ها كام؟ يساوي خمسة وعشر. اه المسألة أصبحت إيه رأسية أصبحت رأسية يلا بينا مع بعض برضو نفس اللي إحنا عملناه في المسائل الثانية هنستخدمها في المسألة دي ها ستة زائد كم بيساوي خمسة وعشرة هعمل إيه اه ده إيه اللي ناقص يا سنة أولى الصغير لأن أنا عندي المفتاح بتاعي بتاع الجمع صغير زائد صغير بيساوي كبير يلا بينا مع بعض الصغير بيجي بإيه بالطرح أو همشي من الصغير اللي عندي لحد إيه الكبير يلا بينا مع بعض نمشي كده من بعد السته ، هي بعد السته ايه عد معايا ، سبعه ، ثمانيه ، تسعه ، عشره ، احد عشر ، اثنى عشر ، ثلاثه عشر ، اربعه عشر ، خمسه عشر ، يبقى اللي طلع على ايدي كام يا سنه اولي ؟ تسعه يبقى تسعه يبقى سته زائد تسعه بيساوي خمسه عشر ، احد عشر زائد كام يساوي تسعه عشر يلا بينا زي ما اتفقنا هنعد من اول الاحد وعشر لحد ما نوصل للتسعة وعشر او يلا بينا نجرب الطريقة التانية ان احنا نطرح يلا اطرح الكبير ناقص الصغير كده هنطرح الاحد ناقص الاحد والعشرات ناقص العشرات تسعة ناقص واحد تساوي كام يا ولاد ثمانية وطبعا العشرات واحد ناقص واحد تساوي صفر مش هنكتب ايه الصفر يبقى احد عشر زائد ثمانية هتساوي كام تسعة وعشر ووصلنا حبايبي لسؤال المتفوقين طبعا سؤال المتفوقين ده اللي كلنا بنستناه ولازم طبعا كلنا نكون مركزين في الفيديو كويس جدا عشان نعرف نحل ايه الاسئله بتاعت سؤال المتفوقين ومستنيه اجابتك في التعليقات على الفيديو يلا بينا مع بعض نشوف السؤال بيقول لي ايه السؤال الاول اكمل اكمل بكتابه العدد الناقص 8 زائد كام يساوي خمسة عشر؟ ثلاثة عشر زائد كام يساوي سبعة عشر طبعا من خلال تركيزك في الفيديو هتعرف ان انت تحل السؤال الجزء الثاني عندي عملية الطرح يا ولاد يلا بينا نشوف عملية الطرح خمسة وعشرون ناقص احد عشر يساوي كام زي ما اتفقنا يا ولاد في عملية الجمع هنطبق نفس الكلام في عملية ايه الطرح قلت اول حاجه لازم ابص على الاشاره كويس اه الاشاره بتاعتي عمليه طرح يبقى هعمل ايه هنقص مش هضيف زي ما كنت بعمل طيب وبعد كده بعمل ايه ببدا ابني السور بتاعي علشان افصل خانه الاحاد عن خانه العشرات وبطرح الاحاد ناقص الاحاد والعشرات ناقص العشرات طب يا ميس هل في مفتاح للطرح زي ما في مفتاح للجمع اه طبعا يا اولاد في مفتاح للطرح يلا نشوف المفتاح مع بعض كده كبير ناقص صغير يساوي ايه صغير اه يبقى المره دي في الطرح يا اولاد الكبير هو اللي بيجي في ايه في الاول اه يبقى بطرح الكبير بحط الكبير الاول وبعدين آه الرقم الصغير والناتج بتاعي بيبقى عدد ايه صغير يلا بينا بقى نبني السور بتاعنا يا اولاد خمسة ناقص واحد هيساوي كام ها عد من اول الواحد لحد الخمسة بعد الواحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة يبقى طلعت اربع اصابع آه يلا خانة العشرات اثنان ناقص واحد اثنان ناقص واحد تساوي كام طلع اثنان وشيل منهم واحد هيتبقى معاك واحد يبقى الناتج بتاعي او حاصل عملية الطرح بتاعتي أربعة وعشر يلا بينا مع بعض يا حبايبي نشوف المسألة اللي قدامي سبعة وثلاثون ناقص ستة وعشرون هي زي ما اتفقنا ان احنا لازم نمشي بالمفتاح عشان نحل المسألة بتاعتي طبعا لازم اخد بالي من الاشارة هنا العلامة عندي ايه ناقص ناقص يعني مفتاح الطرح يا ترى ايه من مفتاح الطرح كبير ناقص صغير بيساوي صغير يبقى لازم الكبير هو اللي يبقى فين فوق او في الاول برافو عليك يلا بينا كده نعمل السور وننور الاشاره ونطرح مع بعض سبعة ناقص ستة سبعة شيل منهم ستة هيتبقى لك ايه سنه اولى هيتبقى لك واحد نضعه في خانه الاحد طيب ثلاثة ناقص اثنان هيتطلع ثلاثة على ايدك وشيل منهم اثنان هيتبقى لي ايه واحد يبقى الناتج عندي احد عشر نشوف مسألة كمان يا ولاد ثمانية وعشرون ناقص أربعة يساوي ايه ده المرة دي العدد اللي انا هطرحه يا ولاد ها عدد واحد من خانة الاحد بس مكون من خانة احد بس اه يبقى ما نبني السور عادي ونبص على اشارتنا هنلاقيها عملية طرح يبقى هننقص يلا بينا نبني السور. ثمانية ناقص اربعة تساوي كام ها طلع ثمانية على ايدك ونقص منهم اربعة يتبقى معك كام اربعة والاسنان ما فيش حاجه معاها يا ولادي يبقى بتنزل زي ما هي يبقى الحاصل عمليه الطرح عندي كام؟ 24 يلا بينا مع بعض يا حبايبي واحنا شايفين المسائل الثلاثه الاولى كانت مسائل راسيه طب يلا بينا مع بعض كده نشوف المسائل الافقيه من خلال عمليه الطرح معايا انا قلت يا سنه اولى ان احنا لازم ننور الاشاره اخد بالي من الاشاره انا هجمع زود ولا هطرح هنقص لا يا ميز ده الاشاره عندي هنا ناقص اه وما تنساش نستخدم المفتاح انا عندي مفتاح مفتاح الطرح كبير ناقص صغير بيساوي صغير الكبير ده ايه سنه أولى؟ الكبير ده اللي هو المطروح بسمي الكبير مطروح طيب الصغير الاولاني ده اللي هو ايه المطروح منه المطروح ايه منه طيب في الاخر الناتج بيديني ايه ناتج الطرح طيب يلا بينا كده مع بعض نشوف المساله بتاعتي 98 64 ها فين الاحاد الثمانيه والاربعه طيب فين العشرات التسعه والسته يلا بينا مع بعض نطرح الأحد ناقص الأحد ها ثمانية ناقص اربعة تساوي كام برافو عليك اربعة طيب يلا بينا كده العشرات تسعة ناقص ستة تساوي كام ثلاثة يبقى الناتج الطرح عندي اربعة وثلاثون يلا نشوف المسألة اللي بعدها اولاد سبعة وثلاثون ناقص اثنى عشر سبعة وثلاثون ناقص اثنى عشر زي ما اتفقنا المطروح ناقص المطروح منه هيساوي ايه ناتج الطرح، المطروح طبعا اللي هو العدد الكبير بعدين المطروح منه العدد الصغير يبقى انا لازم الناتج بتاعي هيطلع عدد ايه اصغر من العدد ايه المطروح يلا بينا سبعه ناقص اثنان هيساوي كام؟ خمسه طيب ثلاثه ناقص واحد يا ولاد هيساوي اثنان يبقى ناتج عمليه الطرح عندي كام؟ خمسه وعشرون. يلا بينا مع بعض حبايبي اقرا معايا كده ستة عشر ناقص اثنان اه ده انا هعمل ايه يا ميس اه ده انا عندي عدد مكون من احد وعشرات ناقص عدد مكون من عدد من رقم عدد مكون من رقم واحد يلا بينا مع بعض هنطرح الاحاد ناقص الأحد ستة ناقص اثنان ستة ناقص اثنان بيساوي كام اربعة طب الواحد مفيش حاجة يا ميس اطرحها منه بينزل زي ما هو هيبقى الناتج عندي اربعة عشر اخر مساله اولاد معانا ثمانيه واربعون ناقص سته ها يلا اطرح معايا كده احد ناقص احاد وعشرات مفيش حاجه معاها هتنزل زي ما هي ثمانيه ناقص سته هتساوي كام بعد السته ثمانيه سبعه ثمانيه يبقى طلعت كام على ايدي اثنان برافو عليك طب الاربعه اللي في خانه العشرات في حاجه قصادها في خانه العشرات لا مفيش يبقى الاربعه هتنزل زي ما هي يبقى الناتج عندي اثنان واربعون يلا حبيبي كده اقرا معايا راس السؤال بيقول لي اكمل بكتابه العدد الناقص ها خمسة عشر ناقص كام يساوي عشرة؟ اه طب انا هعمل ايه يا ميس؟ اه يلا بينا مع بعض كده نشوف المفتاح بتاعي بتاع عملية الطرح كبير ناقص صغير بيساوي صغير يا ترى ايه اللي ناقص يا سنة أولى؟ اللي ناقص الصغير؟ طيب الصغير بيجي بإيه؟ اه برافو عليك الصغير بيجي بإيه؟ بالطرح يبقى أنا لازم أطرح الخمسة عشر ناقص العشرة عشان يديني الصغير التاني طيب يلا بينا كده نجمع نطرح الخمسة عشر خمسة ناقص صفر هي هي الخمسة ها وواحد ناقص واحد صفر وطبعا الصفر على الشمال ملهوش أي قيمة يبقى الناتج عندي اللي هو الصغير اللي كان ناقص خمسة نشوف المسألة اللي بعديها يا ولاد ثمانية وعشر ناقص كام تساوي أربعة وعشر زي ما اتفقنا كبير ناقص صغير يساوي صغير مين اللي مش موجود عندي الصغير والصغير بيجي بايه بالطرح يلا اطرح الكبير ناقص الصغير 18 او 18 نقص 14 8 نقص 4 هتساوي كام 4 1 نقص 1 صفر على الشمال من هوش قيمة يبقى سمانية 10 نقص 4 هتساوي كام 14 ومعانا حبايبي المسائل الرأسية يلا بينا مع بعض كده نشوف المسألة بتقول لي ايه احد عشر ناقص كام يساوي سبعة إحنا اتفقنا لازم آخد بالي من الإشارة، ناقص يبقى لازم الكبير يجي لي الأول، والكبير ده اسمه إيه؟ المطروح، برافو عليك، طيب الصغير اللي ناقص ده اسمه إيه؟ المطروح منه، وأعطيني ناتج الطرح في الآخر، طيب يلا بينا يميز كده ها هعمل إيه؟ 11 ناقص كام بيساوي سبعة، يلا بينا نعد من الصغير اللي تحت لحد ما نوصل للكبير، يلا بعد السبعة كده إيه؟ ثمانية تسعة عشرة احد عشر يبقى ظهر على ايدك كام يا سنة أولى؟ أربعة برافو عليك يبقى احد عشر ناقص أربعة يساوي سبعة. عشرة ناقص كام يساوي أربعة عشرة ناقص كام يساوي أربعة يلا بينا نعد من أول الصغير لحد ما نوصل للكبير بعد الأربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يبقى أنا طلعت كام على إيدي يا ولاد طلعت ستة برافو عليكم يبقى عشرة ناقص ستة تساوي أربعة يلا بينا يا سنة أولى يا حبايبي وصلنا للسؤال الثاني من أسئلة المتفوقين طبعا اوعى تنسى تكتب الإجابة بتاعتك في التعليقات على الفيديو يلا بينا مع بعض نقرأ السؤال كده بيقول لي أكمل بنفس التسلسل ها اقرأ معايا كده ثلاثة عشر ثلاثة وعشرون ها مستنيينك اللي انت تكمل معانا أحد عشر وبعدين لقيناها ثلاثة عشر ها يا ترى هتكمل ازاي مستنية إجابتك في التعليقات ضع دائره حول العمليه الصحيحه بص كده ولاد معايا اه معايا مجموعه من النجوم عملت لهم عملية معينة انا مش هقول لك ايه هي لحد ما تفكر معايا عندي اثنان وعلامة زائد وبعدين ثلاثة نجوم بعدين الناتج اصبح ايه تعال نعد كده واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة يا ترى العملية اللي انا عملتها دي عملية جمع ولا عملية طرح فكر معايا كده لا يا ميس ده صغير زائد صغير والناتج طلع لي كبير يبقى دي عملية ايه يا ولاد دي عملية جمع برافو عليكم تعال نشوف المسألة اللي بعدها يلا بينا حبايبي كده نفكر مع بعض ها جايب لي ايه في الاول يلا عد معايا كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اه جايب لي خمسة قلوب ها يا ترى العملية دي ايه اللي انا عملتها بت, بت لي العدد اللي جنبه اللي هو اثنين يساوي ثلاثة ها يبقى انا بدأت بالكبير والصغير في الاخر هو الصغير الثاني ها عملية ايه اللي لازم الكبير يجي الاول اللي هو المطروح برافو عملية طرح يبقى في عملية الطرح لازم العدد الكبير يأتي في إيه؟ في الأول. ما عدنا أولاد مع السؤال الثالث في أسئلة المتفوقين، يلا بينا نشوف السؤال كده مع بعض، أكمل بكتابة العدد الناقص، أربعة زائد كام يساوي عشرة؟ خمسة عشر ناقص كام يساوي أحد عشر؟ فكر ومستنية إجابتك في التعليقات على الفيديو. وبكده سنه اولى يبقى الفيديو بتاعنا انتهى بتمنى ان هو يكون اعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته